مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة الليلة. سنناقش أزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات التي تعصف بعدن العاصمة المؤقتة للبلاد. تحتشد الصورة القاتمة في عدن وتتضاعف الأزمات مع حلول صيف لاهب، ارتفعت حرارته إلى 40 درجة مئوية. لا أمن مستتب، لا كهرباء، مستشفيات تكاد أن تغلق أبوابها أمام مئات المرضى بسبب تعطل الأجهزة جراء انعدام الوقود والكهرباء. ممارسات غير مسؤولة تكرس في غياب السلطات. لا حضور قوي للدولة في ظل انتشار المسلحين والسلاح. وغضب شعبي يتشكل على هيئة احتجاجات متقطعة في عدد من مديريات المدينة. أحدث أعمال الشغب اليوم اقتحام مواطنين المحطة التحويلية بالمنارة في مديرية كريتر وأيضا محطة كهرباء خور مكسر، كما تم إطلاق رصاص على مبنى المؤسسة بحجيف احتجاجا على انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة. وفي ذات اليوم أيضا هاجم مسلحون حراسة جهاز البحث الجنائي بمديرية كريتر واشتبكوا معهم، ما أسفر عن وقوع جرحى. يحدث هذا في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد والأرضية التي حررت لتقف عليها الشرعية في خطوة مهمة لاستعادة الدولة المختطفة، وحيث تحضر أدوات التحالف العربي بأجهزتها وأدواتها. نتوقف عند هذه المستجدات والحالة الراهنة لمدينة عدن لنناقشها في محورين: ما وراء الأزمات التي تعصف بالعاصمة المؤقتة، وإلى أين ستنتهي، وأين تقف السلطات من كل هذا، وما هي السيناريوهات المحتملة في حال استمر الوضع على ما هو عليه. هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوفي، لكن بعد مشاهدة هذا التقرير. بينما كانت تتحدث المعلومات عن وصول شحنة قطع غيار للمحطة الكهربائية إلى ميناء العاصمة، كانت أغلب مرافقها الصحية ومنشآتها الخدمية تغرق في ظلام دامس. المكان مستشفى الجمهورية، الزمن منتصف الليل كما توضح هذه المشاهد، الذي لا يحتاج الوضع القائم فيها إلى مزيد من تقديم الدلائل والبراهين أو إلى تلخيص بطاقة تعريف أكثر من هذه الحالة التي وصلت إليها المرافق الخدمية في المدينة. فيكفي أحياناً إن أردت أن تتعرف إلى حالة مدينة ما أن تزور مرافقها الصحية، وعدن خير دليلنا اليوم عن الشروخ التي يطال وجه البلد العاصمة المؤقتة. تردي الخدمات آخرها انقطاع التيار الكهربائي الذي يمس كافة جوانب حياة الناس اليومية. أحياناً تكون مضطراً لتقديم الواقع وإن كان أسوداً مطموس المعالم إلا من بعض الأصوات ومحاولة مواصلة العمل في أسوأ الظروف والأحوال. السلام عليكم. هنا قسم الجراحة، وفي الجهة المقابلة غرفة العمليات. أما الطوارئ ففي آخر الممر. لا شيء يمكن تلخيصه أبعد من هذه إلا توزيع المرضى المضطرين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت أي ظرف، ولو على أضواء أجهزة التليفونات وتحسس الحالات القادمة للعلاج. لكن يبقى السؤال، هل تصل هذه المشاهد إلى السلطة المحلية بما فيها الحكومة الشرعية المعنية بكل هذه الأمور؟ إذ أثر انقطاع التيار الكهربائي بشكل مباشر وغير مباشر على حياة سكان مدينة عدن وضواحيها، لتظل الجهات الرسمية تتبادل الاتهامات حول من يقف وراء هذه الحالة ويغرق الظلام المدينة. يمكن إذن التعايش مع الظلام، لكن ماذا لو كان داخل مرافق صحية وعلاجية كما يحدث الآن هنا في المستشفى في العاصمة عدن، التي تكابد الخروج من هذه الحالة بأكثر من طريقة، لكنها كل مرة تستفحل أكثر وتسوء الأوضاع فيها بشكل لا يسر. فلا يمكن هنا أن تشعل شمعة، ولا يمكن أيضا أن تلعن الظلام، فلا المكان يستوعب مثل هذه الحالات، ولا التخلي عنها يوفر فرصة المغادرة إلى مكان أفضل. في
إذن مشاهدينا لمناقشة الوضع الذي هي عليه اليوم مدينة عدن العاصمة المؤقتة، سيكون معي بداية سيكون معي مستشار محافظ عدن المهندس مجد الحمامي، وأيضا مدير مكتب الصحة في عدن الخضر الأسور. نبدأ معك مهندس مجد الحمامي، لا كهرباء، مظاهر، فوضى، انفلات أمني، ما الذي يحدث في عدن بالضبط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر وعليكم السلام نقيس على هذه الاستضافة. أهلا بك. الناس عايشة في كارثة، لكن تخويف الناس أمر هو خطير من الكارثة نفسها. السلطات تبذل ما في وسعها لاحتواء الأزمات. هناك أزمة مفتعلة وغياب دور الحكومة. لا توجد موازنة تشغيلها مع المحافظ. على أي أساس نقدر نعمل؟ دلونا، أعطونا منابر. الحكومة مغيبة تغيب كامل. ماذا نريد أن نفعل؟ نعم، أنتم كجهة مسؤولة سيد مجد، يعني تواصلاتكم مع الحكومة، ما يعني المواطن في عدن لا يعرف غيركم أنتم، يعني ما هو السبب؟ أين الخلل يكمن تحديدا؟ الخلل يكمن في غياب الحكومة نهائيا. كأن عدن ليست موجودة على الخط داخل اليمن نهائيا. المحافظ السلام المحافظة بفساد 25 سنة، اكتتات للفساد لازم يكون هناك. الحكومة لا أدري ماذا في تفكيرها عن مدينة عدن. لماذا لكن هذا كله؟ نعم، لكن لا يعقل يعني سيد مجد، يعني تتضاعف الأزمات في العاصمة المؤقتة للبلاد في ظل عدم وجود لا سلطات محلية ولا أمنية ولا حضور لأدوات أيضا التحالف العربي. بالعكس، السلطة المحلية موجودة في كل في كل شارع، في كل زغب. نعم، لكن موجودة والواقع يعني والواقع يعني غير ما غير الوجود الشكلي، يعني الوجود لازم أن يكون وجود على الأرض. يعني المحافظ كان صريح جدا في مؤتمر الصحفي، لو طرقته له وسمعته، نعم، إنه هناك أحزاب ووزراء في حكومة الشرعية تعمل على خلق الأزمات داخل عدن، وقد حدث وقه وطرح النقاط فوق الحروف. نعمل من الرئيس والتعالو والإمارات والمملكة العربية السعودية في التدخل السريع في إنقاذ عدن. غير كذا عدن لا مكان لها بالوجود. أنا أقول لك صدق هذا. نعم، ما وراء أزمة الكهرباء تحديدا؟ أزمة الكهرباء 25 سنة، العشوائية، الديزل، المازوت، قطاع الغيار، هناك فساد لا بعد فساد في العالم كله. أنا ما أدري لماذا السكوت على هذه الأمور. أمور الكهرباء مفتعلة 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 من الحكومة، وغياب الحكومة عن موازنة تشغيلية ما لا توجد داخل عدن نهائيا. مسمار حق مسمار واحد لا يوجد من 2014 إلى اليوم. هذا أعطينا موازنة استثمارية داخل عدن، ولا برنامج استثماري، ولا موازنة تشغيلية. نعم سيد مجد، يعني تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن مدير مكتب الصحة في عدن الخضر الأسور. سيد الخضر، مساء الخير. يا مساء النور. مرحبا بك. يجري الحديث حاليا عن وايضا لضيفك الكريم، حياك الله، تفضل. اهلا بك، اهلا بك. يجري الحديث حاليا عن وقوع وفيات نتيجه الحر الشديد في مدينه عدن، ما حقيقه هذه المعلومات؟ اولا يا اخي، نحن نطلب من الاخوان في وسائل الاعلام يعني طمأنه المواطن، تغسل الحقائق يعني بأمانة وبمهنية. نعم، وهي فرصة للتوضيح يعني وجودك معنا سيد. نحن في محافظة عدن، نحن في محافظة عدن. نعم. طبعا هذه اللي سمعت عنها اللي هي الوفيات، هي الوفيات لا لم تكن في المستشفيات، ولكنها هي بلاغات من بعض الأحياء في هذه المدينة. حصل موجة حر، طبعا تكررت هذه الموجة قبل أو كانت قبل في 2007، وحصلت الوفيات بنفس هذه. زاد الطين بلة هو انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، سواء كان على المستشفيات أو على الأحياء السكنية بشكل عام في المحافظة. بالإضافة هذه رافقتها أيضا إلى أزمة أيضا في المياه. بالنسبة لنا في الجانب الصحي، مرافقنا الصحية لله الحمد بعد الحرب ومن أثناء الحرب يعني شهدت كثير من التطور، خاصة بفعل التعاون الخيريين، وبفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم أيضا الخيريين من أخواننا في دول التحالف
الهلال الاحمر الاماراتي كان له دور بارز، الاخوان في مركز الملك سلمان، صندوق دعم المرضى الكويتي، الهلال الاحمر القطري او السوداني، الكل اسهم في رفع مستوى الخدمات الصحيه من خلال اعاده تاهيل المستشفيات وتزويدنا بالادويه وسيارات الاسعاف. نعم. بدات الحياه تدب في هذه المحافظه في كثير من المرافق، ومنها مرافقنا الصحيه التي ايضا شهدت تطور ملموس، وهذا بشهاده كثير من الاخوان المواطنين. لكن هذه ما حصل معنا في اليومين الماضيين، ولا زال ايضا يحصل في موضوع انقطاع التيار الكهربائي. نعم. ازمه المشتقات النفطيه هي اثرت نوعا ما، عملنا احنا مناشده، تم التواصل مع الاخ المحافظ المحافظه مباشره، تكرم مشكورا وحل هذا الموضوع، خاصة بالنسبة للوقود توجيهاته كانت صريحة. نعم، لكن سيد الخضر، يعني هناك حذرت يعني تحذيرات من احتمال غلق مستشفيات المحافظة نتيجة انقطاعات الكهرباء وأزمة الديزل وعدم تزويد المستشفيات بمادة الأكسجين. نعم، أولا هذا احنا عملناه نحن عبر الأخوان درع المستشفيات، وهو تحذير، ولله الحمد يعني تجاوزنا هذه المعضله في تزويد، قلت لك، المستشفيات الرئيسيه بماده الديزل، والان ايضا حتى بعض المستشفيات الخاصه ايضا تم تزويدها ليله البارحه. الامور صارت اليوم بطريقه يعني افضل بكثير. بالنسبه الان احنا نناقش موضوع تزويد المجمعات وبعض المستشفيات التي لم تحصل على حصتها من ليله امس، فان شاء الله غدا ايضا يحصلوا عليها. الشيء الثاني الذي هو مؤثر لنا احنا هو موضوع تزويدنا بماده الاكسجين. ماده الاكسجين زيها زي الادويه، هي من في السنوات الماضيه هي كانت ميزانيات مركزيه. نعم، في فتره الحرب طبعا قطعت هذه كلها، الاخوان في دول التحالف سدوا ثغره الادويه بشكل عام، بقي معنا موضوع الاكسجين الذي هو لم نستطع احنا تلبيه، لان عملنا اتفاقيه مع الاخوان في مصنع بازرعه للاكسجين، لانه كان له دور ايضا بارز في فتره الحرب. نعم. قوت كثير من المرافق الصحيه بالاكسجين وغيرهم كثيرين مجانا. هم ايضا تاثروا بعدم سدادنا، لهم لمستحقاتهم، بالاضافه الى انه ايضا هم انعدمت عليهم ماده الديزل. تم ايضا امس ضمن التوجيهات انه 20,000 لتر ايضا تضخ الى هذا المصنع بحيث انه يستمر في تزويد. لكن الشيء الذي هو بحاجه يجب ايضا احنا انه هذه الحلول ايضا تواكبها من الاخوان في القياده السياسيه، في الحكومه ايضا، ان يضعوا حتى يعني هامش او ميزانيه تكون للطوارئ، سواء كان مع الاخ المحافظ او تكون عبر المرافق الصحيه او عبرنا او اي ما يروه مناسب. نعم. بحيث اننا نقدر يعني نتغلب على مثل هكذا صعوبات. الناس في هذه المحافظه عانوا فتره الحرب، لا زالوا الان يعانوا يعني انقطاعات متكرره. انا اعتقد انه بحاجه الى 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 تكاتف الجميع، الى ايضا العمل على تعاونهم، وايضا على اعاده الامل والبسمه لهذا المحافظه. نعم سيد الخضر، يعني نفهم ان وضع المستشفيات لم يصل الى الوضع او الوضع الطارئ يعني حتى اللحظه. قلت لك كان امس فعلا يعني وضع حرج جدا، حتى من المستشفيات الخاصه كانوا على تواصل معنا، لكن التفاعل من الاخ المحافظ وتوجيهات الاخوان في شركه النفط بضخ هذه الماده هي ساعدت كثير على تجاوز هذه المحنه. نعم. لكن احنا بنقول انه ما نشتي شيء، يعني قياده الدوله اللي عندما نعمل استقاله او غيرها، يجب ان تكون الاعمال يعني سلسه، وهذه خاصه تمس حياه المرضى، تمس حياه المواطنين. نعم. تكون لها يعني حالات استثنائيه وتفاعل من الجميع. نعم، بما يتعلق بالأخبار التي تم تناولها يوم أمس عن وجود 7 حالات وفاة في مستشفيات عدن نتيجة انقطاع أيضا الأكسجين والكهرباء عن المستشفيات، ما مدى صحة هذه الأخبار؟ أنا قلت لك في بداية حديثي أنه لم تسجل حالة
بلاغ رسمي من أي مستشفى وأنا مسؤول عن ذلك، لكن قلت لك هنا بلاغات غير رسمية من هنا وهناك من بعض المواطنين اللي يقول لك هذا والله توفى في حي تريثر من نتيجة أنه كان عنده ضغط، لكن لم تسجل رسميا أو لم من داخل المستشفيات، لم تصل أي حالة إلى المستشفيات. لا 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 لم تسجل، أقول لك لم تبلغ رسميا من إدارة المستشفيات بأن هذه نتيجة انقطاع الكهرباء. لكن الحالات المستشفيات معروفة أنه في كثير من الحالات يعني وفيات يوميا، وعلى يعني بحكم حالات المرضى سواء كانت حالتهم المرضية أو غيرها، فهذا لا يمكن يكون مستبعد، لكن نحن بحاجة إلى تعاون الناس مع تعاون الجميع. الكلمة الصحيحة أنا لست من دعاة أنه في المناكفات أو أنه ننشر غسيلنا في الإعلام. كان يفترض أنه تكون الأمور بأكثر يعني هدوء نصل إلى نتائج طيبة. نعم، شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح، مدير عام الصحة في عدن السيد الخضر الأسور. نعود بالسؤال لمستشار محافظة عدن أو محافظ المحافظة في عدن السيد أو المهندس مجد الحمامي. سيد مجد، يعني قال مدير الكهرباء في مدينة عدن أن محطات الكهرباء مهددة بالتوقف خلال يومين، هل اتخذت السلطات إجراءات لتفادي هذه الكارثة التي ستحل على المدينة إن تمت فعلا؟ المحافظ والسلطة المحلية متزن بالآخر، المحافظ أعطت توجيهات صريحة وواضحة. هذه يتم الآن الضخ للمحطات الكهرباء الديزل والوقود والمازوت، يعني المازوت لمحطة الحسوة والديزل لمحطة المنصورة، ولا توجد أي مشاكل إن شاء الله بإذن الله. والإمارات وعدت وجزاها الله الخير في تمويل عدن بالمشتقات النفطية، لا توجد اي احراجات ولا تخويف الناس. مرفوض مرفوض مرفوض. يعني ما زالت متواجده ماده المازوت والديزل في المدينه، يعني متواجده بشكل جيد؟ لا ما اقول لك بشكل جيد، يعني اسعافيه موجوده، يعني الكهرباء لن تقطع لن تقطع لن تقطع، وعلى مسؤوليته الخاصه. المحافظ مش ما ما, ما هو نايم ولا هو قاعد، المحافظ جاي من روح من المقاومه الجنوبيه وعارف معاناه الناس ومشاكل الناس، لكن للاسف الشديد هناك من يعطل صفو أبناء عدن وأهل عدن الطيبين. نعم. المحافظ لا يمكن أن يضحي بمدينة عدن، سيضحي بنفسه مقابل محافظة عدن، أنا أقول لك هذا الصدق. نعم، يعني وكل ما يجري هو من أجل المواطن في عدن، يعني هناك أيضا يعني شكاوى للمواطنين متتالية من ارتفاع درجة الحرارة وأيضا نقص الخدمات في هذه المدينة. يا عزيزي، درجة الحرارة دائما تصيب في عدن وفي الحدود وفي الكويت وفي الإمارات، مش جديد هذه الأمور، إنما هناك فساد لمدة 25 عام جاثت على قلوبنا داخل عدن. نعم. تعمدوا في إفشال محافظة عدن، لا أدري ما هي الأسباب من وراها. غياب الحكومة في ظل الأوضاع، يعني ما حدش عارف وضع عدن لحد الآن لفين وصل، كهرباء معدومة. نعم. حاجات يعني كذا فساد ومفسدين. الإعلام أنا أرجو منكم لا تخوفوا الناس، لا تخوفوا الناس، الأمور بخير. عدن تمرض، عدن تنزف، ولكن لن تموت، صدقنا. والمحافظ لا يوجد شيء من هذا سيد مجد، يعني نحن استضفناك اليوم للتوضيح ايضا لكي يطمئن المواطن في مدينه عدن عما يدور في المدينه. بالضبط، انا اشيكم تبذلوا قصار جهدكم وتنزلوا وتشوفوا. الحمد لله الامور بخير 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 اقول لك. نعم، اذا نتمنى ذلك، ونشكرك المهندس مجد الحمامي مستشار محافظ عدن. سينضم إلينا الآن مشاهدينا الصحفي عبد الرقيب الهدياني من مدينة عدن أيضا. سيد عبد الرقيب، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد عبد الرقيب. تحدثت أنت تحديدا في منشورات عن حالات وفاة بسبب الضغط والسكر وارتفاع ساعات انطفاء الكهرباء، هل لك أن تضعنا في واقع المعاناة التي تشهدها المدينة هذه الأيام؟ بداية التحية لكم ولمشاهدي القناة. عدن تعيش كارثة حقيقية مكتملة الأركان. نعم. هناك أكثر من 9 حالات وفاة منذ ليلة أمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة تزامن مع غياب الكهرباء، إغلاق المستشفيات. أغلب المستشفيات أعلنت عن توقف خدماتها بسبب نقص الأكسجين
الكهرباء منعدمة، المواصلات. سيد عبد الرقيب دعنا نتوقف، سيد عبد الرقيب دعنا نتوقف عند موضوع السبع الحالات، حالات الوفاة التي ذكرتها وأيضا تداولت بشكل كبير في الأخبار. يعني مدير مكتب الصحة كان ضيفنا ودعناه قبل لحظات، تحدث أنه لم تسجل رسميا أي حالة وفاة في مدينة عدن نتيجة لانعدام مادة الديزل التي تشغل الأجهزة في مستشفيات المدينة وأيضا انقطاع التيار الكهربائي. بالعكس، جميع مستشفيات عدن أعلنت نداء استغاثة، أوقفت الكثير من خدماتها. هناك سبع حالات في مستشفى الجمهورية، هناك صحفيين، أنا أعرف سكرتير صحيفة 14 أكتوبر توفت أمه بسبب الحرارة وبسبب الضغط. هناك حالات لكن مدير مكتب الصحة ينفي ذلك. مشروع مدير مكتب الصحة ينفي ذلك. مدير مكتب الصحة ربما هو مغير عن العمل نتيجة شلل تام ضرب جميع مؤسسات الدولة وتوقفت كل الإمكانيات. لكن هناك حالات نعرفها بالاسم، هناك حالات وفاة نعرفها بالاسم، هناك شلل كامل يحصل في عدن، هناك كارثة إنسانية. هناك من يطالب اليوم، جميع الأصوات في عدن تطالب أن تكون عدن، أن يعلن عدن رسميا مدينة منكوبة، ويخاطبون السلطات الرسمية، الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة، أن يتدخلوا لإنقاذ هذه المدينة. اليوم لم يتبقى إلا محطتان للكهرباء تعملان، والبقية خرجت عن الخدمة نتيجة غياب مادة المازوت. المواصلات متوقفة بالكامل في عدن. هناك أزمة إنسانية حقيقية في عدن في جميع المجالات. نعم، أيضا يحاولون أن يحولوا الموضوع. نعم، إنما يحاولون أن يكذبونا. أيضا مستشار محافظ المحافظة مجد الحمامي كان معنا أيضا قبل قليل، يتحدث أن مادة الديزل لم تنعدم بشكل نهائي من المدينة، وإنما هناك احتياطي يستطيعون مواجهة أي أزمة قد تحدث في المدينة في هذا الجانب، بمعنى أن المدينة لم تصل إلى الوضع الكارثي كما يصور في الإعلام حد قوله. يا أخي هذه مغالطة. محطة المنصورة خرجت عن الخدمة الساعة 11 ليلا أمس بسبب انتهاء مادة المازوت. محطة الحسوة خرجت عن الخدمة بسبب انتهاء مادة المازوت. عما يتكلمون، يحاولون أن يصوروا صورة غير الموجودة في اليمن، في عدن، غير التي يلمسها المواطنون. هناك أزمة حقيقية، هناك محاولة نزوح، حتى النزوح استحال من عدن نتيجة غياب المحروقات. في ظل أزمة حقيقية خانقة وكارثة لم تعيشها في تاريخها، وهناك استغاثة من جميع المواطنين. أمس أبناء عدد باتوا في الشارع في المنصورة، جميع العائلات خرجت إلى الشارع لتبيث بعيدا عن حرارة الجو الملتهب. هناك أعمال شغب في الشوارع في دار سعد، هناك مشاكل اليوم في البريقة. إذن الذين يحاولون أن ينكروا الواقع إنما يحاولون أن يخدعوا الناس. نحن حاولنا الاستنتاج من مستشار محافظ المحافظة، يقول أن الأزمات يعني في مدينة عدن لم تكن وليدة اللحظة، هناك منذ 30 عام، ومسألة الكهرباء والمياه وغيرها المدينة تعاني منها، لكن ما يتم اليوم يعتبره نوع من المزايدة وحقد على محافظ المحافظة. بالعكس، لن تصل عدن في تاريخها وفي أزماتها بل وفي الحرب إلى هذه المأساة، إلى هذا الحال. هناك نداء استغاثات أعلنت من قبل أشهر عن أن الاحتياطي الموجود، على أن المحطة في الكهرباء متهالكة وبحاجة إلى صيانة، على أن الصيف القادم هو حار وحارق وعلينا أن نستعد في ظل السلطة المحلية القائمة. ولكن ماذا قدموا؟ لم يعملوا شيئا لهذه اللحظة التي وقعنا فيها اليوم. لم يخرج اليوم المحافظ ليقول لنا عن الحلول، لكن نسمع عن المستشار. سمعت وانا التحقت بكم وسمعت كلماتي الاخيره، وهو يتكلم ان الامور بخير وان الناس بخير وان هناك من يحاول ان يخيب ابناء عدن. بالعكس، ابناء عدن في واقع كارثي يعني مختم، وعلى السلطات الحكوميه، على الرئاسه ان تسارع لعمل شيء لاجل هذه المدينه المنكوبه. عدن مدينة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وعلينا أن نعمل وأن نرفع أصواتنا لكي نعمل شيء لأهل هذه
المدينة المظلومين المسحوقين. نعم. أما كلام أما كلام البرواز، كلام محاولة تحسين الصورة المشوهة القبيحة، فهذا لا يخلو أبناء عدن ولن ينقذهم من حر الصيف الحار. نعم. إذن سيد عبد الرقيب، سؤال أخير، يعني حذرت إدارة أمن عدن من قيام جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمات متشددة باستغلال معاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي، هل تبدو لك تحذيرات، ويعني أن هذه التحذيرات تحذيرات واقعية أم أنها محاولة للتهرب من مسؤولياتها جراء ما يحدث في المدينة؟ سيد عبد الرقيب، هل ما زلت معنا؟ إذن مشاهدينا، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالصحفي عبد الرقيب الهدياني، كان معنا من مدينة عدن. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي مستشار محافظ محافظة عدن المهندس مجد الحمامي، وأيضا أشكر مدير مكتب الصحة في مدينة عدن الخضر الأسور، كما أشكر الصحفي عبد الرقيب الهدياني كان معنا أيضا من ذات المدينة، وأشكر جميع طاقم العمل، وأشكر أيضا الزميل في الإعداد محمد القاسم، كما أشكركم أنتم مشاهدين على كرم الإصغاء والمتابعة، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.